بالمحرة في فم غرست قمحة ثم انتظر نزول المطر. يكفي، سنقوم بإعادة ترتيب الكلمات للحصول على جملة. بسرعة. يعمل الفلاح سالمون في الحق. سنبحث عن كلمة فيها حرف الراء في أول الكلمة. راء زينب في أول الكلمة. أقرأها في آخر الكلمة. حرف الراء يمش في آخر الكلمة. الراء. أقرأ تمر. أقرأ بصوت وقوله تمر. تكون فيها الباء في أول الكلمة. الباء حرف. بسرعة بصوت عالي.